غيار انت برضو يا محارب. غيار؟ غيار كيف يعني؟ غيرت من عرفات علشان ولدك حبه. مش غير ادي نخوف على ولدي يا راجل. من متى عرفات هيعمل حاجة تخوف ولا ضد الدين؟ ده من لسه صغير عرفاتها هيقول كلام غريب، كلام فيه شطح مفروض يتحاسب عليه. هتحاسب نفر لحاله؟ حاله مش في حاله، هيوسوس للعيال الصغيرة. طماع ومداري. طماع فيه؟ طمعان يقعد في اوضه على البحر ويلعب مع العيال الصغيره. دي نفوس يا حسنى، دي نفوس وانا اضرب ايه؟ ها؟ وانت؟ انا ايه؟ مش طمعان ولا عايز حاجه من الدنيا؟ ما في ايه يعني؟ انا متجامع للبيت، انت عارفاني. المريسه والحبه على الايادي والشيخ محارب قال، الشيخ محارب أمر. كل الوجه الله والله. أنا نفسي لا تتحرك يا حسنى. وفلوس صندوق الجامع لا توكلنا منها. أنت ما فهماش حاجة خالص يا حسنى. استغفر الله العظيم يا رب. الصندوق ده زكاة، ومصارف الزكاة متعددة، منها العاملين عليها اللي زي حالاتك ده. فهمتي؟ الشيخ مدين كان هيشتغل صياد وعمره ما مد يده لجيب حد ولا لصندوق الجامع. الشيخ مدين كانش محتاج المال، كان وحداني. وهو اللي كان عيدي الفقير. الشيخ مدين كان زاهد، وسبحان الله جيبه كان دايما عمران بالمال رحمة الله عليه. بس الوقت هيتغير يا حسنى، وكل زمان وليه دولة ورجال. بحياة الشيخ مدين كنت عتشق تشتغل صياد. طل على يدك كده شوفها بقي الطريق. يا ريتني فضلت صياد ولا كبشت النار بيدي يا حسنى. يا ريتني.